أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قوله: المسلك الرابع من مسالك إثبات العلة إثباتها بالمناسبة، في صفحة 395. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: المسلك الرابع من مسالك إثبات العلة إثباتها بالمناسبة، وهي أي إثباتها بالمناسبة أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو أي الوصف المناسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة ويكون معانداً بمنعه. وإن كان الوصف خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة كالسفر للمشقة. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت المصلحة عند الأكثر دفعاً للمفسدة، وقيل لا تلغى اختاره جماعة. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: المسلك الرابع، يعني الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية، فقال: إثباتها بالمناسبة. إذا المسلك الرابع مسلك المناسبة، وهو من أشهر المسالك التي تثبت بها العلة، بل قال بدر الدين الزركشي رحمه الله: هي عمدة باب القياس ومحل غموضه ووضوحه. ثم عرفها المصنف رحمه الله بقوله: وهي أي إثبات العلة بالمناسبة أن يقترن بالحكم وصف مناسب. هذا تعريفه اصطلاحاً عند المؤلف، وجرى في هذا التعريف على تعريف ابن اللحام في أصوله، وابن اللحام لم يأخذه من شمس الدين بن مفلح في أصوله كما هي عادته، غير أن المصنف وأصله وهو ابن اللحام لم يكن بدعا في هذا القول، لم يخترع شيئا من عنده، بل سبقه إلى هذا بعض الأصوليين وهم قلة. وتلاحظون أن هذا التعريف، انظروا ماذا قال، قال: أن يقترن بالحكم وصف مناسب. تعالوا إلى قبل ثلاث صفحات، صفحة 392. النوع السادس من أنواع الإيماء، مسلك الإيماء، ماذا قال؟ اقتران الحكم بوصف مناسب، أليس هو نفسه؟ بينما هذا مسلك وهذا مسلك، فهذا التعريف ظني أنه ليس بجيد، وإن كان من ذكره بعض الأصوليين من الشافعية، من ذكر هذا التعريف فرق بينه وبين الإيماء بفرق فيه ما فيه، وقال إن الفرق هو أنه في هذا المسلك يقترن وصف بحكم مناسب، أن يقترن الوصف بالحكم ويكون الوصف مناسبا للتعليل، وأما هناك فلا يكون مناسبا، يعني في مسلك الإيماء، وهذا التفريق ليس بجيد، إذ كيف يقال إن النص أومأ إلى العلة ثم لا يكون الوصف مناسبا؟ هذا بعيد، ما يصح اعتقاد مثل هذا.
معنى مسلك المناسبة هو أن يستخرج المجتهد وصفاً يخيل إليه مناسبته للحكم، أي يحصل من تعليل الحكم به مصلحة دينية أو دنيوية. قلنا ماذا؟ أن يستخرج المجتهد، يعني أن يعمد المجتهد إلى حكم شرعي نص عليه الشارع وسكت عن تعليله، فيستخرج وصفاً يخاله مناسباً لربط الحكم به الذي هو التعليل، أي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة دينية أو دنيوية. إذن المسلك المناسبة يكون في العلل الاجتهادية، يختص بالعلل الاجتهادية، وهي أن يذكر الشارع حكماً ويسكت عن التعليل، ما يذكر التعليل، مثل الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال في آخر الحديث مثلاً بمثل يداً بيد، حرم التفاضل في هذه في بيع هذه الأصناف الستة بعضها ببعض، لكن لم يذكر العلة. فيأتي مثلا الحنبلي أو الحنفي ويقول العلة هي الكيل، ويراه وصفا مناسبا لربط الحكم به، ومثل تعليل تحريم شرب الخمر بعلة الإسكار، فإن الإسكار لم يذكر في النصوص، إنما استخرجه المجتهدون باجتهاده بواسطة المناسبة، لأنه يترتب على ربط الحكم بهذا المعنى وهو الإسكار تحقيق مصلحة، وهي حفظ العقل، أو تعليل وجوب القصاص بالقتل للعمد العدوان، فإن هذه العلة علة اجتهادية ثبتت بالمناسبة. ما معنى كونها مناسبة؟ فتقول يحصل من تعليق الحكم بها مصلحة دينية ودنيوية. ما هي؟ حفظ دماء الناس. طيب، تلاحظون فيما ذكرناه من تعريف المناسبة أو بيان معناها الكلمات التالية: يستخرج، يخال، مرت معكم الآن فيما كتبتموه، يستخرج، يخال، مناسب، ومصلحة، أربع كلمات، ليس كذلك؟ مرت في التعريف كلها، وهذه الأربع كلمات هي أشهر ألقاب هذا المسلك، فيسمى المناسبة، هذا المسلك من مسالك العلة يسمى المناسبة، ويسمى الإخالة، ويسمى المصلحة، ويسمى تخريج المناط، كلها أسماء صحيحة، وإن كان بعضهم ينازع في بعض هذه التسميات، أو يخص تخريج المناط باستخراج العلة بهذا الطريق، وبعضهم لا يسمي هذا المسلك بالأسماء الأربعة. أما المصلحة فواضح، والمناسب مر معنا، أليس كذلك؟ وبقي التوقف يسيرا مع كلمتين: تخريج المناط والإخالة. تخريج المناط، التخريج معناها استخراج، والمستخرج هو المجتهد. المناط أي العلة، سميت العلة مناطاً لأن الحكم يناط بها، أي يعلق بها،
فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، إضافة الحكم إليها، إضافة الحكم إلى هذه العلة يناط بها. وبقي الأخير وهو الإخالة. نحن قلنا في التعريف يخال المجتهد مناسبة هذا الوصف للتعليل، والإخالة هنا معناها الظن وليس معناه التوهم، لأن من معاني يخال في اللغة العرب الظن، ومنه قول أسماء رضي الله عنها للحجاج بن يوسف حين جاء شامتاً بعد قتل ابنها الخليفة الراشد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقال: أراك قد خرفت؟ فقالت: والله ما خرفت ولا نسيت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد عرفناه، تعني المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فما أخاله إلا أنت. ما معنى ما أخاله؟ يعني لا أظنه إلا أنت. فهذا معنى الإخالة، أي الظن، لأنه يغلب على الظن المجتهد أن هذا الوصف علة للحكم، لا يقطع بهذا وإنما يغلب على الظن، لأنها علة اجتهادية، والاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. قال ثم قال: أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو أي الوصف المناسب. يعرف الآن الوصف المناسب ما معناه. قال: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذا تعريف الوصف المناسب. فقوله وصف هذا جنس في التعريف يشمل كل وصف، وقوله ظاهر احتراز عن الوصف الخفي، فإنه لا يصح إضافة الحكم إليه، يعني لا يصح تعليل الحكم به. مثل لو قلت في صحة البيع، يعني تبايع اثنان فقلت في تعليل صحة البيع علته هو الرضا من المتعاقدين، فيقال: الرضا وصف خفي لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه، والأحكام ينبغي أن تضاف إلى وصف ظاهر، فيقال: علة صحة البيع هو الإجابة والقبول، حصول الإجابة والقبول، فإنه دليل الرضا. ولا يصح أن تقول في وجوب الصلاة على من بلغ البلوغ الشرعي، وجوب الصلاة وسائر الأحكام الشرعية عليه، لا يصح أن تعلل ذلك بأن تقول وجبت عليه الصلاة لاكتمال عقله، لأن كمال العقل أمر خفي، فلا يصح إضافة الحكم إليه. ولكن قل: وجبت عليه الصلاة للاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15، أي علامة من علامات البلوغ الظاهرة. وكذلك لا يصح أن تقول يعني تعليل وجوب العدة على المرأة بعلوق الرحم كما يقول الأصوليون الفقهاء، يعني علوق النطفة بالرحم، لأنه أمر خفي. لكن قل: لوجود الخلوة أو الجماع، فإنه أمر ظاهر وليس خفيا. قال: منضبط، هذا قيد ثان في التعريف، فيخرج الوصف الغير منضبط، مثل تعليل إباحة جواز يعني الجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان وقصر الرباعية للمسافر، تعليله بدفع المشقة. فدفع المشقة ما يصلح للتعليل، لأنه وصف غير منضبط، أي يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الزمان وباختلاف الأسفار،
وإنما تقول علة قصر الرباعية والفطر في رمضان والجمع بين الصلاتين للمسافر هو السفر، كونه أنشأ سفرا. قال: يلزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة أو دفع مفسدة. فقوله يلزم من ترتيب الحكم حصول مصلحة هو أيضا قيد في التعريف، وأراد به الاحتراز عن الوصف الطردي والوصف الشبهي، يعني احتراز عن شيئين، الوصف الطردي والوصف الشبهي. أما الوصف الطردي يعني سبب استبعاده هو إجماع العلماء على إلغائه، الوصف الطردي لا يجوز اعتباره في الأحكام بإجماع العلماء. وأما الشبهي الذي يحصل في قياس الشبه، فلأن الجامع بين الفرع والأصل هو مجرد المشابهة بينهما في الأوصاف الحسية أو الأحكام الشرعية، مجرد فرع أشبه أصلاً، إما صورة وإما حكماً فقط من غير مناسبة، من غير ظهور المناسبة. والوصف الطردي سبقاً أن ذكرناها، ليس كذلك؟ وصف الطردي كما مثلنا، لو قيل إن علة ثبوت الخيار لبريرة رضي الله عنها حين عتقت تحت زوجها وكان عبداً أسود، بأن قال العلة هو كونه أسود، أسود اللون، فإن هذا وصف طردي. ومعنى وصف طردي أنه أن الشارع لا يعتبره، لا يعلق به الأحكام. فالبياض والسواد والطول والقصر والقوة والضعف في هذا الباب، باب العتق يعني ثبوت الخيار للمعتقة تحت عبد، لم يعتبره الشارع، لم يلتفت إليه. والوصف الشبهي لعله مر معنا قياس الشبه أو ما مر، سيأتي إن شاء الله، قياس الشبه سوف يأتي معنا إن شاء الله. قال: أن يكون مقصوداً من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة كما مثلنا، فإن في تعليل تحريم شرب الخمر بالإسكار يوجد مصلحة، حتى نقطع دابر ما يغير عقول الناس. وتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان فيه مصلحة دينية ودنيوية، وهو حقن دماء الناس فلا يعتدى عليهم. قال: فيمكن إثباته بفاء التفريع، لأنه بيان لحكم هذا المسلك بعد بيان حقيقته، يعني عرفه أولاً ثم بيّن حكمه. قال: فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة ويكون معانداً بمنعه، بمعنى أن مسلك المناسبة حجة صحيحة للناظر وللمناظر، لكن هو يختصر في الكلام، ومعنى للناظر أي للمجتهد الذي ينظر في النصوص والأحكام ويستخرج العلل. الوصف مسلك المناسبة حجة يجوز أن يعتمد عليه المجتهد في استخراج العلل، وللمناظر كذلك، وكما أنه حجة للناظر فهو حجة للمناظر الذي في مجلس المناظرة. ويكون معانداً بمنعه، من هو؟ الخصم، يعني يكون معانداً بمنعه، يعني لو قال: لا أقبل منك تعليل الحكم بمسلك المناسبة، ما يصح. لما لا يصح؟ لأن الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وقد ظهر من تعليل الحكم بهذا الوصف أنه مناسب، يتحقق به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، ومن ثم فعدم قبوله يكون معاندة. قال: وإن كان الوصف خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة كالسفر للمشقة. إذا كان الوصف خفياً كما سبق معنا، أو كان غير منضبط كما مر معنا أيضاً في تعريف الوصف المناسب، قال: اعتبر ملازمه أي ما يلزم عنه،
ما هو الذي يلزم عنه؟ المظنة. المظنة يعني تعلق الحكم بوصف يظن اشتماله على ذلك المعنى الخفي. فالبيع الأصل أن في صحة البيع أن يرضى البائع ويرضى المشتري، لكن كما قلنا لا يصح إضافة الأحكام إلى العلة الخفية، فيضاف إلى ما هو مظنة ذلك المعنى. ما هو مظنة الرضا؟ مظنة الرضا هو الإيجاب والقبول، هذا يقول بعت وذلك يقول قبلت، أو يتعاطيان معاطاة من غير إيجاب يعني وقبول باللفظ، بأن يعطيه شيئا سلعة، يعطيه سلعة وذاك يدفع له ثمنا ويمضي، فنجعل الإجابة والقبول أو المعاطاة التي تقوم مقامهما مظنة الرضا من المتبايعين. وكما مثلنا في أنه لا يصح أن يقال إن وجوب العدة هو علوق النطفة بالرحم لأنه أمر خفي، لكن يقال علة وجوب العدة على المرأة هو الخلوة أو الوطء، لأن الوطء مظنة الحمل. نعم. ثم قال: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت المصلحة عند الأكثر دفعا للمفسدة. الآن قلنا أن الوصف المناسب معناه أنه يشتمل على مصلحة شرعية أو دنيوية، فيقول المصنف رحمه الله: الوصف هذا الذي علل به الحكم وعرفنا أن فيه مصلحة، لو اشتمل مع المصلحة على مفسدة فننظر، إن كانت المفسدة مرجوحة فلا اعتبار بها وتقدم حينئذ المصلحة الراجحة عملا بالراجح. ولهذا قال العلماء إنه لا يكاد يوجد يعني لا يكاد يوجد مصلحة محضة ومفسدة محضة، لا بد أن تخالط المصالح مفاسد ويخالط المفاسد مصالح، لكن المجتهد الفقيه ينظر في أيهم في أيهما أغلب فيعمل به. فقال: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة، فقط تنبيه على العبارة فقط لا على معنى المسألة، المسألة صحيحة لكن التعارض بين المصلحة والمفسدة إنما يكون في الحكم لا في العلل. تعارض المصلحة والمفسدة يتصور في ماذا؟ في الأحكام التي علقت بتلك الأوصاف وليس من نفس الأوصاف، يعني لا يقال إن المصلحة حصلت من الوصف إنما من الحكم. الآن حقن دماء المسلمين حصل من علة القتل العمد العدوان أو من وجوب القصاص على القاتل؟ من وجوب القصاص. وحفظ العقل هل حصل من علة الإسكار ولا من تحريم شرب المسكر؟ من تحريم شرب المسكر. فالتعارض بين المصلحة والمفسدة يكون في الأحكام. قال: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت المصلحة عند الأكثر. أما في الغلبة، في غلبة المفسدة فواضح أنه إذا غلبت المصلحة تلغى المصلحة عملاً بالراجح، إذ لا يصح ترك الراجح، لا يصح عقلاً ولا شرعاً أن نعمل بالمرجوح ونترك الراجح، وليس تحقيق المصلحة أولى من درء المفسدة، حينئذ نعمل بالغالب. وأما عند التساوي فلأن العلماء يقولون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهذا مذهب أكثر العلماء. ثم قال: وقيل لا تلغى، اختاره جماعة، هذا المذهب الثاني،
يعني ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا تلغى المصلحة، تبقى معتبرة حتى لو كانت المفسدة راجحة عليها أو مساوية لها، وهذا مذهب يعني فيه بعد، مذهب ضعيف وخالف فيه مذهب أكثر العلماء. مثال المصلحة المرجوحة والمفسدة الراجحة مسألة الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن المفسدة رجحت على المفسدة، المفسدة رجحت على المصلحة. ومن صورها أيضا يعني لو سئل مثلا إنسان عن فك السحر مثلا بسحر مثله فيه مصلحة معالجة هذا المسحور، لكن أليس فيه مفسدة؟ فيه مفسدة عظيمة، المفسدة راجحة قطعا، وحينئذ لا يجوز مثل هذا العمل. المصلحة من أمثلة المصلحة الراجحة والمفسدة المرجوحة، إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة، يعني كان في برية مثلا ولم يجد إلا ميتة وغلب على ظنه إن لم يأكل منها هلك، فالأكل من الميتة فيه مفسدة، ولهذا نهى عنه الشرع، والشرع لا ينهى عن شيء إلا لوجود مفسدة في الفعل، لكن فيه مصلحة وهي استبقاء المهجة، بقاء الروح، ولا شك أن هذه مصلحة راجحة ولهذا أبيحت. وأما مسألة تساوي المصلحة والمفسدة فلا يوجد له مثال، ما وجدوا له مثالا ولا يتصور هذا، يعني إما أن تكون المصلحة غالبة أو مغلوبة، فلهذا لا يوجد له مثال والله أعلم. ويبقى السؤال فقط للاستطراد يعني للمناسبة الموضوع، وهو إذا تعارضت مصلحتان، يعني ما سبق من الصور الثلاثة وفي تعارض المصلحة والمفسدة، لكن لو تعارضت مصلحتان ماذا يفعل المجتهد؟ يقدم أعظمهما، أعظم المصلحتين يقدم على أقلهما عملا بالراجح. فمثلا بر الوالدين والجهاد في سبيل الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي سأل؟ قال حي والداك؟ فقال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الجهاد مصلحة وبر الوالدين مصلحة أعظم، فيقدم هذا على هذا. شخص عليه دين وعنده مال ويريد أن يحج حج التطوع، فهل يقدم حج تطوع ولا شك أنه مصلحة، أو يقدم قضاء الدين؟ قضاء الدين لأنها أعظم المصلحتين. إذا تعرضت مفسدتان، الصورة الأخيرة يعني، إذا تعرضت مفسدتان ماذا يصنع المجتهد؟ يقدم أخفهما، يعني ارتكاب أخف المفسدتين أولى من ارتكاب أشدهما. مثال ذلك، لو أن المرأة المسلمة كانت في بلاد الكفار المحاربين للمسلمين، واستطاعت أن تفلت منهم وتريد الخروج إلى ديار المسلمين، ولم تستطع أن تخرج إلا بدون محرم، خروجها بلا محرم مفسدة، ولهذا نهى عنه الشرع، وبقاها بأيدي الكفار مفسدة أعظم، فحينئذ يحل لها الخروج بلا محرم. ومن أمثلة ذلك قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام، خرق السفينة وفيها مفسدة، وأخذ ذلك الملك الظالم للسفينة مفسدة إيش؟ أعظم، فقدم المفسدة الأدنى وخرق السفينة.
وقصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه مع قيصر الروم لما عرض عليه أن يقبل رأسه ويفك أسر المسلمين. تقبيل المسلم لرأس الكافر مفسدة، وبقاء المسلمين والمسلمات بأيدي الكفار مفسدة أعظم، فيقدم تدرى أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله: المسلك الخامس من مسالك إثبات العلة إثبات العلة بالشبه، وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني، وكالعبد متردد بين إلحاقه بالمال في إيجاب القيمة بإتلافه ولو زادت على دية حر، وبين إلحاقه بالحر وإلحاقه بالمال أشبه، لأنه أشبه به في الحكم والصفة، فكان إلحاقه به أولى. وفي صحة التمسك به قولان لأصحابنا والشافعية: الأصح نعم، خلافا للقاضي. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط الحكم. أحسنت، بقي شيء؟ فقط. جزاك الله خير. المسلك الخامس من مسالك إثبات العلة إثبات العلة بالشبه، إثبات العلة بالشبه أي وجود مشابهة بين الفرع والأصل في الأوصاف الحسية أو في الأحكام الشرعية من غير ظهور مناسبة. وجود مشابهة بين الفرع وبين الأصل، إما في الأوصاف في الصورة وإما في الحكم، إما في الصورة في الخلقة يعني الأوصاف الحسية، وإما في الأحكام الشرعية. فإنه يغلب على ظن المجتهد أن هذه الصورة مثل تلك الصورة، أن الشبيه يلحق بشبيهه، وهذا معنى القياس. ولهذا قال الإمام الشافعي في الوضوء والتيمم ماذا قال؟ قال: طهارتان فأنى تفترقان. أليس تشبيه؟ تشبيه فقط، لا يوجد وصف مؤثر مناسب، إنما هو تشبيه، لأن أشبه شيء بالوضوء هو التيمم، وأشبه شيء بالتيمم هو الوضوء، فهذا معنى قياس الشبه. وتلاحظون أن الجامع بين الفرع والأصل هو مجرد ماذا؟ المشابهة في شيء أو شيئين أو ثلاثة أو أكثر، فيغلب على ظن المجتهد أن هذا يلحق بهذا وأنه نظيره وأنهما لا يفترقان في الحكم. لكن لما كان مع عدم ظهور المناسبة صار الشبه أقل رتبة من ماذا؟ من الوصف المناسب، وأعلى من الوصف الطردي، فصارت الأوصاف ثلاثا: الوصف المناسب هو أعلاها، والوصف الطردي هو أدناها ولا يصح تعليق الحكم به، والثالث في منزلة بين هاتين المنزلتين وهو الوصف الشبهي، فهو يشبه كل منهما من وجه، يعني حتى نفس الشبهي فيه شبه بكل من الاثنين المناسب والطردي. ويقول أبو حامد المروزي رحمه الله: لا نعني بقياس الشبه مجرد المشابهة بين اثنين في وصف أو أوصاف، وإنما المراد أنه لا يوجد شيء أشبه بهذا الشيء من ذلك الشيء، وهي كلمة مهمة وتدل على أنه لا بد من استقراء الأحكام.
لأن كثيراً أكثر الأقيسة الشبهية يكون المشابهة في الحكم، وهذا يدل على أنه لا بد من استقراء الأحكام، وإلا من أين تعرف النظير ونظيره إلا بعد الاستقراء. وضحت عبارة أبي حامد المروزي؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. وسكت عن القول الآخر في تعريفه، أليس كذلك؟ نعم، لأن علماء الأصول يختلفون في تفسير قياس الشبه. هل قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لأنه يشبهه صورة أو حكما، وهو التعريف الذي سكت عنه المصنف، أو هو تردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وهذا الفرع فيه شبه بكل منهما؟ تعريفان. التعريف الأول واضح مما قلناه سابقا، أن الفرع يشبه ماذا؟ أصل، يشبه أصلا، إما في الأوصاف الحسية يعني في الصورة والخلقة، وإما في الأحكام الشرعية من وجه أو وجهين أو أكثر. وأما التعريف الذي ذكره المصنف فهو أن يتردد فرع بين أصلين. الفرع هذا الفرع وهو صورة النزاع أو المسألة الجديدة النازلة، لما يطلب المجتهد حكمها يجد أن هذا الفرع يتجاذبه أصلان، كل منهما يطلب إلحاق ذلك الفرع به، إلا أن الإشكال أن هذين الأصلين مختلفا الحكم، ومن ثم فيختلف حكم الفرع إذا ألحقته بالأصل الأول يصير حكمه غير حكمه لو ألحقته بالأصل الثاني. مثال ذلك قال: كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. يعني مسألة يذكرها أهل علم الخلاف، وهي: العبد هل يملك بالتمليك أو لا؟ العبد هل يملك بالتمليك؟ بمعنى لو جئت عند العبد وأعطيتهم 100 درهم، 100 درهم هل تكون حقا له هو يملكها؟ فلو أخذها السيد سيده لو أخذها يكون متعديا ظالما، أو أن العبد لا يملك بالتمليك فهذه 100 تؤول إلى خزانة سيده، فلو أخذها العبد لنفسه يكون هو الظالم المعتدي. هذا معنى المسألة. فمسألة العبد هل يملك بالتمليك يعني مسألة لا نص فيها، فاحتيج إلى الاجتهاد وطلب القياس، فوجدوا أن هذا الفرع مترددا، أن هذا الفرع متردد بين أصلين مختلفي الحكم. الأصل الأول هو ماذا؟ الحر، يعني الآدمي الحر. والأصل الثاني هو البهيمة. فإن العبد يشبه كل منهما، فيه شبه بكل منهما، فهو يشبه الحر في أنه إنسان آدمي عاقل يثاب ويعاقب، ينكح ويطلق، ويشبه البهيمة في ماذا؟ أنه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف ويضمن بالقيمة، أليس كذلك؟ فيه شبه بكل منهما. طيب، ما دام أنه يشبه كل منهما ماذا يفعل المجتهد؟ كما قلنا مرارا يعمل بالراجح، ومن صور الترجيح في أصول الفقه الكثرة، ولهذا يرجح بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة وغير ذلك من صور الترجيح بالكثرة، فينظر
أكثرهما شبها به فيلحقه به، والحكم سوف يختلف، فإنه لو ألحقه بالحر فنقول العبد يملك بالتمليك، ولو ألحقه بالبهيمة فإنه لا يملك كما أن البهيمة لا تملك. قال: والمذي المتردد بين البول والمني، فإن المذي وهو السائل الذي يخرج عند الملاعبة أو عند التفكر في الجماع هو يشبه البول، يعني يتردد، يعني في أن هل هو نجس أو لا، فنقول هو يتردد بين البول وبين المني أكرمكم الله، فهو يشبه البول في أنه ماذا؟ في أنه خارج من الفرج، وأيضاً أنه لا يخلق منه الولد، وأيضاً أنه لا يوجب الغسل، ويشبه المني في ماذا؟ في أنه خارج من الفرج وفي أنه يخرج بشهوة. فماذا يصنع المجتهد؟ يلحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبهاً به، ولو ألحقه بالبول حكمنا على المذي بأنه نجس، ولو ألحقناه بالمني حكمنا عليه بأنه طاهر عند من يقول إن المني طاهر. قال: وكالعبد متردد بين إلحاقه بالمال في إيجاب القيمة بإتلافه ولو زادت على دية حر، وبين إلحاقه بالحر. قال: وإلحاقه بالمال أشبه. هذا مثال ثالث في قياس الشبه. العبد إذا قتل، القاتل هذا يدفع قيمة العبد أو يدفع الدية؟ فنقول مسألة قتل العبد الذي هو الفرع يعني في هذا القياس متردد بين أصلين. الأصل الأول شبهه بالمال، سائر الأموال التي تملك، والثاني شبهه بالآدمي الحر، فهو يشبه كل منهما كما مر معنا في المثال الأول. فلو ألحقناه بالأموال فإنه يضمن بالقيمة حتى لو زادت على دية الحر، لأن هذه هي قيمته. ولو ألحقناه بالحر الآدمي وجبت الدية. قال المصنف رحمه الله: وإلحاقه بالمال أشبه. أشبه يعني أرجح، يعني أشبه بالصواب، أقرب للصواب، لأنه أشبه به في الحكم والصفة، فكان إلحاقه به أولى. يعني هذا المصنف هنا يعني أتى بشيء قد يستغرب، لكنه قلد فيه صاحب جمع الجوامع، وإلا فإن الشبه في الحكم والصفة إنما هو حين نلحقه بالحر. يعني الآن ماذا قال هو؟ قال: نرجح إلحاق العبد بماذا؟ بالمال، فيضمن بالقيمة إذا قتل أو قطع طرفه. لما؟ قال: لأنه أي العبد أشبه به أي بالمال في الحكم، أي الحكم الشرعي، الأحكام التي مرت معنا التي ذكرناها، وفي الصفة، كأنه يقول: وأما إلحاقه بالحر فهو في الحكم فقط، وما أشبه شيئا من جهتين أقوى مما أشبه شيئا من جهة واحدة، لأن هذا يزيد في غلبة الظن أن هذا نظير هذا فيلحقه به. لكن كما قلنا إن شبه العبد بالحر هو في الحقيقة من حيث
الحكم من حيث الصفة، أما من حيث الحكم فما ذكرناه من أنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق. وأما من حيث الصفة، الصفة يعني الصفة الحسية، فمن حيث أنه آدمي إنسان بالغ عاقل، هذه أوصاف حسية. لكن شبه العبد بالأموال، الدراهم والدنانير والبهائم وغير ذلك من أموال الناس، هل هو شبه في الأوصاف الحسية؟ لا، ما يقول هذا أحد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فما يمكن أن العبد يشبه هذه الأشياء، فهو لا يشبهها في الصورة أبدا، إنما يشبهها في الأحكام فقط. نعم. قال: وفي صحة التمسك به قولان. الآن شرع في حجية، بيان حجية مسلك الشبه بعد أن بين معناه ومثل له، ذكر حكم التمسك به. فماذا قال؟ وفي صحة التمسك به قولان لأصحابنا والشافعية. الأصح نعم، قوله الأصح يعني الأصح في المذهب، ليس معناه أن الراجح في الخلاف هذا، يعني الأصح في المذهب. لما ذكر أن في مذهب الحنابلة قولين وأن في مذهب الشافعية قولين، قال الأصح من القولين في المذهب هو أنه حجة، وهو أيضاً الأصح في مذهب الشافعية، فهذا مذهب أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية وأكثر المالكية، على أن الشبه مسلك صحيح يجوز للمجتهد أن يعتمده في استخراج العلل. قال: خلافاً للقاضي. هذا المذهب الثاني في المسألة، خلافاً للقاضي أبي يعلى، وهو أيضاً رواية عن أحمد رحمه الله الجميع، هو رواية عن أحمد إلا أنها رواية مرجوحة، وهو أيضاً مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية ومعظم الحنفية. فالخلاف قوي في مسألة قياس الشبه. إذن القول الثاني هو رواية عن أحمد، اختارها بعض الأصحاب، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وأكثر الحنفية. قال: والاعتبار، واو الاستئناف، يبين مسألة جديدة في هذا المسلك. قال: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة. يعني الآن هذا الفرع يشبه ذلك الأصل في الأوصاف الحسية أو في الأحكام الشرعية، لكن أيهما الذي يعتمد؟ ما الذي يعتبر؟ المشابهة في الصورة أو في الأحكام؟ قال: المشابهة في الأحكام، لأن الغرض من الشبه هو القياس، والغرض من القياس إثبات حكم شرعي، فالمشابهة في الأحكام تقرب، يعني تجعل الظن غالبا أن هذا نظير هذا، وأنه لا يصح التفريق بينهما في الحكم، فيلحق به ويقاس عليه. هكذا يقول، مع أنه قبل قليل ماذا قال؟ قال: يرجح إلحاق العبد بالأموال لأنه يشبهه في الحكم ويشبهه في الصفة، أليس كذلك؟ نعم، تفضل. حكما وضح، يعني أحكام شرعية، لا حقيقة يعني لا صورة، لأن المعنى إما أن يكون حكما، يعني هذا الجامع، إما أن يكون حكما، وإما أن يكون مع شيئا يعني حقيقيا، أي ذاتيا، من ذات الشيء أي من أوصافه. وضح؟ قال: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، وهذا قول أكثر العلماء،
أن المعتبر في قياس الشبه هو المشابهة في ماذا؟ المشابهة في الأحكام الشرعية لا في الأوصاف الحقيقية الحسية. قال خلافاً لابن علية، هذا المذهب الثاني، خلافاً لابن علية. ماذا قال ابن علية؟ قال المعتبر هو الشبه الحقيقي، يعني أن هذا الفرع يشبه ذلك الأصل صورة، مثل قياس الخيل على البغال والحمير فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكل الخيل قياساً على البغال والحمير. وأشبه شيء بالخيل ما هي؟ هي البغال والحمير، لكن الشبه في ماذا؟ في الصورة، المعنى الحقيقي. واضح؟ أو قياس السلت وهو نوع من الحبوب، قياسه على البر لأنهم وجدوا أن أشبه شيء به هو البر، صورته صورة البر فيقاس عليه ويكمل النصاب به. هذا مذهب من ابن علية. المرداوي ابن علية هذا اثنان، فلهذا يقع اللبس في إبراهيم بن إسماعيل وفي إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل. إبراهيم بن إسماعيل البصري الإمام الحافظ شيخ الشافعي وشيخ أحمد من شيوخ الإمامين، ومن في طبقتهما كيحيى بن معين مثلا. هذا الإمام من؟ إسماعيل ابن إبراهيم. وهناك ابنه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وكان رأسا من رؤوس الجهمية المعتزلة، وناظر الشافعي في بغداد وناظره في مصر. فالمرداوي جزم بأنه الأب الذي خالف المسألة، وتبعه على هذا ابن النجار، لأن ابن النجار اختصر التحرير في الكتاب المعروف مختصر التحرير، واختصر شرح مؤلفه التحبير في الشرح الذي يعرف بشرح الكوكب المنير، اختصر المتن من المتن والشرح من الشرح، فتابع أصله على الدين المرداوي على هذا. وأما بدر الدين الزركشي في كتابه المعتبر فقال ابن علي هذا هو الابن المتكلم هذا المعتزلي. قال ويظن من لا خبرة له أنه الأب. قال يعني صواب أنه الابن، ويقرب هذا أن له آراء شاذة يعني معروفة في الفقه والأصول، يقرب هذا. وابن علي الأب ما تعرف له آراء أصلا في أصول الفقه، ما يذكر له آراء في أصول الفقه، بل هو من علماء الحديث. قال وقيل بما يظن أنه مناط الحكم، هذا المذهب الثالث في المسألة. فذهب ابن سريج أبو العباس ابن سريج فيما حكي عنه وفخر الدين الرازي إلى هذا المذهب الثالث، وقالوا لا ننظر إلى المشابهة الحسية الحقيقية ولا إلى المشابهة الحكمية، إنما ننظر فيما يغلب على الظن، ما غلب على ظن المجتهد أنه مناط الحكم يعلق به الحكم. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله المسلك السادس من مسالك إثبات العلة وهو الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه كرائحة المسكر المخصوصة، فإنها دائرة معه وجوداً وعدماً.
واستعباد العبد واستخدامه دائر مع الرق وجودا وعدما. يفيد العلية على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا والمالكية والشافعية والجرجاني والسرخسي. وذكر القاضي وجها لا يفيدها، وأن أحمد أومى إليه، فعلى الأول يفيدها ظنا، وقيل قطعا ذكره جماعة من أصحابنا. واضطراد العلة لا يفيد صحتها، قطع به أكثر أصحابنا، فليس الطرد وحده دليلا. أحسنت. هذا المسلك السادس الأخير مما ذكره المصنف من مسالك العلة، وهو إثبات العلة بالدوران، ويسميه بعضهم الطرد والعكس. قال: وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدم الحكم بعدم الوصف. هذا معنى الدوران. الطرد وجود الحكم بوجود الوصف. طيب والعكس؟ انتفاء الحكم لانتفاء الوصف. فهذا يفيد العلية حتى في عرف الناس، ليس فقط في الأحكام. هنا لو أن قوما جلوسا في مجلس، ودخل زيد، فلما دخل زيد نظر الناس وإذا عمرو يقف، فعاد زيد راجعا وخرج من المجلس فجلس عمرو، وبعد قليل دخل زيد فقام عمرو، فلما خرج زيد جلس عمرو. الآن لو سئل أي أحد وقيل له: ما علة قيام عمرو؟ كل أحد سوف يقول: علة قيام عمرو هو دخول زيد. هذا معنى الدوران، واضح؟ وهذا هو الطرد والعكس. قال: كرائحة المسكر المخصوصة، فإنها دائرة معه وجودا وعدما. هذا المثال الأول، رائحة المسكر المخصوصة دائرة معه وجودا وعدما، يعني مع الخمر المسكر. كيف يكون الدوران؟ لو نظرنا إلى مشروب، أي مشروب، كعصير العنب أو عصير التفاح أو غير ذلك، إذا كان غير مسكر سوف نقول هذا حلال. فإذا تخمر وصار يقذف بالزبد، وإذا شربه العاقل يصير كالمجنون، نقول هذا إيش؟ هذا محرم. فإذا تخلل، أي انتقل من صفة الخمرية إلى صفة الخلية، صار خلا، نقول هذا ليس محرما. في الأول قلنا ليس حراما، ثم قلنا محرم، ثم عدنا وقلنا ليس حراما. الحكم بالتحريم وجودا وعدما، دار مع وصف. ما هو هذا الوصف؟ الإسكار. فإذا يكون الإسكار علة تحريم شرب الخمر، والطريق المثبت لعليته هو الدوران، فإنه كلما وجد وصف الإسكار وجد معه التحريم، وكلما انتفى وصف الإسكار عن الشيء انتفى الحكم بالتحريم. قال: واستعباد العبد واستخدامه دائر مع الرق وجودا وعدما. نظرنا إلى زيد، إذا حل استخدامه من سيده عرفنا أنه رقيق، وإذا لم يحل عرفنا أنه حر، فدل على أن علة حل استخدامه هو رقه، كونه عبدا لذلك الرجل. قال: يفيد العلية على الأصح، على الأصح يعني في المذهب، وهذا هو المذهب الأول في المسألة، بعد أن عرف مسلك الدوران ومثل له ذكر حكمه، حكم الاحتجاج به، فقال: يفيد العلية على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هو مذهب أكثر الحنابلة،
بل هو مذهب أكثر العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية، بل وبعض الحنفية، أنه مسلك صحيح، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: اختاره أكثر أصحابنا والمالكية والشافعية. الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. قال: والجرجاني والسرخسي، هذان الأخيران من الحنفية، كأنه يقول وهو قول بعض الحنفية، منهم أبو عبد الله الجرجاني محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفي المتوفى سنة 398 من حفاظ الحديث، والسرخسي وهو أبو سفيان السرخسي. يعني السرخسي هذا ليس السرخسي الإمام المشهور شمس الأئمة، وإنما سرخسي آخر وهو أبو سفيان السرخسي كما صرح به بعض الأصوليين. يعني هنا قال السرخسي أطلق، لكن بعض الأصوليين قيد، قال أبو سفيان السرخسي محمد بن أحمد السرخسي الحنفي المتوفى سنة 528 هجرية، فهو معروف له ترجمة في بعض كتب التراجم. قال: وذكر القاضي وجها، هذا شروع في المذهب الثاني، وذكر القاضي وجها لا يفيدها، يعني أن الدوران لا يفيد العلية، وأن أحمد أومأ إليه، فتكون رواية مومأ إليها من أحمد رحمه الله، وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وأكثر الحنفية. قال: فعل الأول، هذا فاء التفريع، يعني إذا قلنا إن مسلك الدوران مسلك صحيح لإثبات العلة، فهل يفيد التعليل قطعا أو ظنا؟ خلاف بين أصحاب المذهب الأول المحتجين بالدوران. قال: فعل الأول يفيدها ظنا، وهذا مذهب أكثر العلماء، أكثر المحتجين بالدوران قالوا إنما يفيد العلة ظناً. قال: وقيل قطعاً، وهو قول بعض الشافعية وبعض المعتزلة، قلة قليلة من الأصوليين من قال يفيد التعليل قطعاً. ذكره جماعة من أصحابنا، يعني ذكروا الخلاف، وإلا فما أظن أن أحداً من الحنابلة خالف، إنما بعض الشافعية وبعض المعتزلة والله أعلم، لكن يقصد ذكر هذا الخلاف جماعة من أصحابنا. من أمثلة الدوران أيضاً، إذا قلنا زيد رجل عاقل، إذا لا يحجر عليه، فلما جن حجر عليه، فلما أفاق من الجنون لا يجوز الحجر عليه، فيعرف بهذا الدوران أن سبب الحجر هو الجنون، لأنه وجد الحكم لما وجد هذا الوصف، وانتفى لما انتفى. ومن أمثلته أيضاً إذا قلنا زيد عبد رقيق، إذن يجلد 50 لو زنى، فلما اعتقه سيده يجلد كم؟ 100، فلما عاد رقيقاً، ويتصور هذا فيما لو ارتد مثلاً العياذ بالله ولحق بالكفار وقاتل ثم أسر وعاد رقيقا فإنه يجلد 50. فما علة تنصيف العذاب؟ علة تنصيف الحد هو الرق. قال: واضطراد العلة لا يفيد صحتها، هذه مسألة جديدة تذكر في هذا المسلك، وناسب ذكرها أن الدوران كما قلنا هو طرد وعكس، فذكر هنا مسألة اضطراد العلة من غير عكس، يعني هل يصح للمجتهد أن يستدل على علية وصف لحكم بالاضطراد فقط، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف من غير عكس، يعني من غير أن ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف،
فماذا قال؟ قال: واضطراد العلة لا يفيد صحتها قطع به أكثر أصحابنا. نعم، الأمر كما ذكر المصنف هو مذهب أكثر الحنابلة، بل هو مذهب أكثر العلماء. أكثر العلماء قالوا ما يصح التمسك بالطرد فقط، لا بد من طرد وعكس. وخالف بعض الشافعية وبعض الحنفية، قلة قليلة، يعني الخلاف شاذ في المسألة هذه. بعض الشافعية، بعض متأخرين من الحنفية ومن الشافعية قالوا أن الطرد يكفي في إثبات العلية، وسماهم ابن السمعاني صاحب القواطع سماهم حشوية أهل القياس، حشوية أهل القياس، لأن الطرد وحده ما يكفي. يعني لو قلت علة وجوب الزكاة في مال الإنسان هو كونه ذهبا، لماذا؟ لأنه كل ما وجد الذهب وجبت الزكاة. طيب أين العكس؟ ما يوجد عكس، بل لو وجد العكس لبطلت العلة، فإن الذهب قد ينتفي لا يكون المال ذهبا، ومع ذلك يثبت الحكم وجوب الزكاة، فإن الزكاة تثبت في الفضة وفي الماشية وغير ذلك. هذا معنى الطرد. إذن اضطراد العلة كما قال هنا فليس الطرد وحده دليلا، يعني من غير عكس، لا بد من اجتماع الطرد والعكس. لماذا؟ يعني قد يقول قائل لما لم يكن الطرد وحده دليلا على العلية؟ فنقول لأن الاضطراد يفيد سلامة العلة من النقض، ما انتقضت، لكن سلامة العلة من النقض هل وحده هو دليل؟ يعني لو قلنا أن هذه العلة سلمت من النقض هل يعني تصحيح العلة؟ تصحيح العلة هل هو فقط بسلامتها من النقض أو بقيام الدليل على صحتها؟ بقيام المصحح لها وهو الدليل، مسلك من المسالك الصحيحة يحتج به على إثبات أن هذا الوصف علة. أما مجرد سلامتها من النقض ليس وحده دليلا على أن هذا الوصف هو العلة، كما مثلنا الآن قبل قليل بالمثال. فمذهب الجمهور هو الصحيح، ولا بد من الطرد والعكس. ولهذا قال بعض الشعراء: إذا 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 طاب أصل المرء طابت فروعه، ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر حكم الله في العكس والطرد. فيعني حتى الناس في عرفهم يستدلون بالطرد والعكس معا، ليس الطرد وحده فقط. قال رحمه الله: تفضل. نعم بي. لا، ما يترتب عليه شيء إلا عند المعارضة، تعارض العلل، فيقدم القطعي على الضد. لكن كون العلة تكون قطعية إذا ثبتت بدوران بعيد جدا، بعيد جدا، خصوصا في العلل الشرعية. أما العقلية فليست معنا هنا، العلل العقلية ليست واردة معنا. قال المصنف رحمه الله: والقياس إما جلي وإما خفي، والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق كالأمة. نعم، كيف هذا؟ كالأمة عبد في العتق، ويصح أن نقول كالأمة عبد في العقد في العتق، لأن الكاف دخلت على الجملة، يعني كقولنا الأمة عبد في العتق. نعم، أحسن الله إليكم. والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق كالأمة عبد في العتق. وينقسم القياس الجلي إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وإلى قياس في معنى الأصل. فالأول وهو قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، والثاني وهو قياس الدلالة
ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلهم بواحد بواسطة الاشتراك. والثالث وهو القياس في معنى الأصل، الجمع بنفي الفارق كالأمة والعبد في العتق. أحسنت. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان مسالك العلة، شرع في بيان أقسام القياس، فذكر أولاً أقسام القياس من حيث قوته وضعفه، فقال: والقياس إما جلي وإما خفي. القياس الجلي والقياس الخفي. قال: والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ما قطع المجتهد بنفي الفارق بين الفرع والأصل، هذا معنى القياس الجلي. قال: كقولنا الأمة عبد في العتق، يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا قسما، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: زيد وعمر مشتركان في عبد، كل واحد له النصف، فقام زيد وأعتق شركه أي نصيبه، وعنده مال، عنده مال يبلغ ثمن العبد، بمعنى أنه يستطيع أن يدفع لشريكه حصته، ثمن حصته يعني، فإنه يقوم عليه، يقوم العبد كم قيمته وينظر في النصف فيعطى، فيعطي زيد لعمر ثمن هذا النصف ويصير عتيقا عليه، يعتق عليه هو فيصير ولاؤه له. طيب، الحديث إنما ذكر العبد وهو الرقيق الذكر من بني آدم. طيب، ومن أعتق شركا له في أمة ما حكمه؟ فنقول أيضا تقوم عليه، فيدفع لشريكه ثمن حصته. طيب، من أين؟ والحديث ما قال الأمة، الحديث فقد ذكر العبد، فنقول نقيس الأمة على العبد. طيب، وما الجامع؟ فتقول الجامع أنه لا فرق، لا فرق بين الأمة والعبد إلا بالذكورة والأنوثة، وهو معنى لا يعتبره الشارع في هذا الباب، يعني في موضوع الحديث، واضح؟ فهذا إذا قطع المجتهد بأنه لا فرق بين الأصل والفرع فيسمى القياس الجلي. وسكت المصنف رحمه الله عن الآخر وهو القياس الخفي، وكأنه يقول ما دام أنه قسيمه فهو ضده في المعنى، فيكون القياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، بمعنى أنه يوجد فارق قد يكون مؤثرا في الحكم ويختلف معه الحكم. مثاله: لو قست النباش على السارق، النباش الذي يأخذ أكفان الموتى، لو قسته على سارق مال الحي فقلت يجب قطع يده، هل هذا قياس جلي ولا خفي؟ خفي. لما؟ لأنه يوجد هناك فرق، وهذا الفرق قد يؤثر في الحكم. نعم، هو غير معتبر عند من قاس، لكنه عند غيره معتبر، ولهذا يقع النزاع، والعلماء يقولون: رأي صواب محتمل للخطأ، ورأي غيري خطأ محتمل للصواب. إذن الشبهة موجودة، يعني الفارق موجود الذي قد يؤثر في الحكم. فالفارق هو أن السارق مال الحي أخذ مالا محروزا ومالا محفوظا، يعني هو في حرز ومحفوظ وسالم من التلف، بينما الكفن هو ليس في حرز
فالقبر عند الحنفية يقول ليس حرزاً، وأيضاً أن الكفن هذا مآله إلى التلف، سوف تأكله الأرض، فربما تكون هذه وغيرها، أن تكون هذه وغيرها يعني فوارق قد تكون مؤثرة في الحكم فيدفع عن النباش القطع. فإذا صح القياس عند هذا القائس فإنه سوف يقول هو قياس خفي لوجود المخالف، وجود الفارق، يعني لم يقطع بنفي الفارق، إنما ينفي الفارق ظنا. يعني من يقيس النباش على السارق يقول هذه الفوارق التي تذكرونها لا تؤثر في الحكم، يعني لا تؤثر عندي في هذا الحكم، طيب قطعا أو ظنا؟ فيقول ظنا، لا يقطع، لأن المسألة اجتهادية ويوجد مخالف عنده دليل فما يستطيع أن يقطع بالمسألة. واضح؟ وليس معناه وجود الفرق، لأن الفرق نفسه هو قادح من قوادح القياس، لكنه ينفيه ظنا. قال وينقسم القياس إلى قياس علة وإلى قياس دلالة. كلمة الجلي هذه تحذف، يبدو أنها وضعت خطأ هنا، وما ذكر أحد هذا من قياس من أقسام القياس الجلي، وإنما هو تقسيم آخر للقياس، وهو تقسيم القياس من حيث الجامع. فالقياس ينقسم من حيث نوع الجامع، من حيث نوع الجامع ينقسم ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل. والعجيب أن المصنف رحمه الله ترك الرابع، وهو من يعرف جيد أيضا، جزاك الله خير، قياس العكس أيضا ممكن يكون، لكن ما ذكره قياس العكس، ما ذكره المصنف، لكن أقصد أنه ترك رابعا، هو قد ذكره من قبل، قياس إيش؟ ها؟ الشبه، أحسنتم، قياس الشبه. وبعض الأصوليين يجعله رابعا، وبعضهم يلحقه بقياس الدلالة، وهذا هو الصواب والله أعلم، لأنه عند التحقيق تجد أن قياس الشبه أنه نوع من قياس الدلالة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. قال وينقسم القياس إلى قياس علة وإلى قياس دلالة وإلى قياس في معنى الأصل. فالأول وهو قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، يعني الجامع يصرح به ويكون مناسبا، يعني كان ينبغي أن يضيف هذا القيد حتى يفترق الأول عن الثاني. فإن قياس الدلالة فيه جامع، والقياس كله بكل أقسامه لا بد فيه من جامع، وإلا كيف يكون الإلحاق؟ لا يمكن أن تلحق فرعا بأصل إلا بجامع. إذن قياس العلة ما هو؟ يصرح فيه بالعلة الجامعة المناسبة. فإذا قلت يقاس الأرز على البر بجامع الكيل في كل فإنه قياس علة، ولو قست النبيذ على الخمر فيحرم شربه لعلة الإسكار فإن هذا قياس علة. قال والثاني وهو قياس الدلالة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. دليل العلة لا يقصد به دليل، لا يقصد به دليل صحح العلة، الأدلة الدالة على العلية، وإنما معناه اللغوي هنا، دليل هنا بمعناه اللغوي، يعني يجمع بين الأصل والفرع بشيء يدلنا على العلة، أي يرشدنا إلى العلة، أي يستلزم العلة. قال كقياس قطع جماعة بواحد على قتلهم بواحد بواسطة الاشتراك، هذا المثال، مثال قياس الدلالة. إذا قتل جماعة
يعني ثلاثة وأربعة وخمسة مثلا، إذا قتلوا رجلا واحدا فإنهم يقتلون به، فإن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء بواحد، ليس كذلك؟ طيب هذا الأصل. طيب لو اشترك هؤلاء الجماعة، لو اشترك جماعة في قطع يد شخص، فهل يقطعون؟ تقطع أيديهم كلهم؟ فنقول نعم قياسا على القتل، فهذا معنى قوله كقياس قطع جماعة بواحد على قتل جماعة بواحد. طيب نحتاج في هذا القياس إلى الجامع، قال بواسطة الاشتراك. العبارة كما قلنا يحصل فيها اختصار كثير، والاشتراك هنا يوهم أنه الاشتراك يعني بمعنى الاشتراك الجرمي، مجموعة يشتركون في هذه الجناية، وليس كذلك. لا يقصد الأصوليون بالاشتراك هنا هو التشارك في الجناية، وإنما يقصدون الاشتراك في الدية. إذن جمعت بين الفرع والأصل في ماذا؟ الاشتراك في الدية. والاشتراك في الدية هو في الحقيقة ليس العلة، ليس العلة، وإنما هو شيء يدل على العلة. لما يدل على العلة؟ فنقول لأنه حكم من أحكامها، والحكم والمحكوم متلازمان، كل واحد يدل على الآخر. العلة في الحقيقة هي الجناية، العمد العدوان، جناية على سبيل العمد العدوان، هذه العلة. لكن من أحكام الجناية العمد العدوان شيئان، قصاص ودية. فيستدل بالدية، يعني يستدل بأحد الموجبي العلة، لأن العلة هي القتل العمد العدوان، موجباها يعني حكمها شيئان، قصاص أو دية، كلاهما من أحكام الجناية العمد العدوان، القتل العمد العدوان مثلا في صورة الأصل. فنستدل بوجوب الدية على وجوب القصاص، لأنه ما دام وجبت الدية وهو أحد حكمي العلة يستلزم وجوب الآخر، وإلا فرقت بين شيئين متماثلين متلازمين، يعني القتل العمد العدوان يستلزم قصاصا أو دية. ما دام وجبت الدية، لو عفا ولي الدم أو المجني عليه في صورة القطع واختار الدية فله ذلك، ما دام أن الدية تجب على الجميع إذا القصاص يجب على الجميع. فهذا معنى قولهم شيء يدل على العلة يستلزم العلة. ومثال آخر لهذا القياس حتى يظهر، لو قست القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، العلماء يتفقون على أن من قتل عمداً عدواناً بآلة محددة كالخنجر والسيف والرمح فإنه يجب عليه القصاص، يجب عليه القصاص. فلو قتله بمثقل كحجر مثلاً، صخرة أو بعصا، فمحل خلاف بين الفقهاء. فلو قلت يجب القصاص على القاتل بآلة مثقلة قياسا على الآلة المحددة، والجامع الإثم في كل، حصول الإثم في كل، يعني كلاهما يعصي، كلاهما ارتكب كبيرة من الكبائر، فإن الإثم هل هو العلة؟ العلة ليست كذلك، إنما هي كما قلنا القتل العمد العدوان. لكن من أحكام القتل العمد العدوان أنه يأثم صاحبه، فأنت تذكر في الجامع بين الفرع والأصل شيئا يدل على العلة. قال والثالث وهو القياس في معنى الأصل، الجمع بنفي الفارق كالأمة والعبد في العتق. هذا النوع الثالث
من أنواع القياس باعتبار نوع الجامع، وهو ما يسمى بالقياس في معنى الأصل، ويسميه بعضهم القياس في معنى النص، ويسميه بعضهم قياس لا فارق، وهو أقوى أنواع القياس. أقوى أنواع القياس هو القياس بنفي الفارق، حتى أقر به بعض نفاة القياس، وهو أقوى من القياس الجلي، لأن القياس الجلي وإن كان المصنف رحمه الله ذكر أنه قياس لا فارق، لكن الحقيقة أن له صورة أخرى، وهي أن تكون العلة منصوصة ويتحقق من وجودها في الفرع، فإنه يسمى قياساً جلياً، لكن لا يسمى قياساً بنفي الفارق. وعلى هذا فأعلى درجات القياس هو القياس بنفي الفارق. قال: كالأمة والعبد في العتق، وهذا سبقاً شرحناه في سراية العتق في العبد، فكذلك في الأمة. النهي عن البول في المال الماء الجاء الراكد الذي لا يجري جاء به النص. طيب، لو حمل بول نفسه أو بول غيره وسكبه في الماء، هل يحرم هذا أيضاً؟ يحرم، قياساً على مباشرة البول فيه. ما الجامع؟ تقول الجامع أنه لا فارق بينهما. قياس إحراق مال اليتيم أو إتلافه باللبس أو الإهداء أو نحو ذلك على أكله، هذا قياس بنفي الفارق، لأن المعنى هو لا فرق بينهما، إلا أن هذا لبس وذاك أكل، ومثل هذا لا يؤثر في الحكم. نكتفي بهذا القدر، وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.